أدعوه فيسمعني وتغرقني عطاياه، بصمت الليل يحفظني ويرعاني بعيناه. دعوته ربي سبحانه وتعالى فأمهلني وأسقاني، فدارت كؤوس الحب للعشاق، والقلب نار والعيون سواقي. كل على ليلاه أضلاه الهوى، وأنا الهوى بمحمد ترياقي. إن مر طيف محمد في خاطري، هاجت بحور الحب في أعماقي. شوق إلى ذكر النبي يهزني، فلتسقني من كأسه يا ساقي. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين. وتالإيمان والإسلام، يتصل إرسالنا السماوي الآن بآيات ربنا سبحانه وتعالى، فنعيش مع قارئ يقطف لنا من بستان القرآن أحلى الزهور. تتسابق لسماعه كل الطيور، يعبر لأجله الناس جبالا وبحور، حتى يروا جمال هذا النور. نعيش مع قارئ أجر الله سبحانه وتعالى القرآن على لسانه آيات سماوية، طربت لسماعها الآذان وخشعت من جلالها القلوب والأبدان. نعيش مع قارئ وصوت كل من سمعه يطرب إليه ويستلذ، فضيلة القارئ الشيخ محمد محمد عز، القارئ بإذاعة قراء القرآن الكريم والفضائيات الإسلامية والعالم العربي والإسلامي، فليتفضل بإذن الله مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة
وليكبروا ما علوا تكبيرا. عسى ربكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر
إن القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان
وبصيرا فليتبته تبته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والنساء ويدعو الإنسان بالشد دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء تفصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه Oh,
من اهتدى إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد Oh!
وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. Ha ha ha.
قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون حلق بنا في السماء في رحاب كتاب ربنا ذي الآلاء وما تيسر من سورة الإسراء تلاها علينا ذلكم العلم القرآني نبت بيت القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد عز القارئ بإذاعة قراء القرآن الكريم والفضائيات الإسلامية والعالم العربي والإسلامي في ليلة تكريم المرحوم بإذن الله سبحانه وتعالى محمد صلاح خلف. شاكرين كل من سعى إلى هنا كي يقدم واجب العزاء إلى آل الفضل والجود من آل خلف وعلى رأسهم الحاج صلاح خلف والمهندس أحمد صلاح خلف. دعينا الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم نورا له في قبره وأن يجعله له أنيسا وأن يجعله له جليسا إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. كانت تلك التلاوة القرآنية المباركة لمخرج الروائع القرآنية المهندس أحمد الجعبري رئيس مجلس إدارة قناة الجعبري القرآنية على شبكات التواصل الاجتماعي. وتى الإيمان والإسلام شكر الله لكم عزاءكم ورفع في العالمين قدركم إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. إلى عود بإذن الله سبحانه وتعالى نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.